السلام عليكم. الكشف عن أسعار تغيير واستبدال الشاشة والبطارية في سامسونج جالاكسي اس 24 والجالاكسي اس 24 بلس والجالاكسي الاس 24 الترا. أصبحت سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 24 مرتقبة قاب قوسين أو أدنى، وبينما كشفت التسريبات عن معظم أسرارها، لا يزال هناك جانب حيوي يكتنفه الغموض، وهي تكاليف الإصلاح. الكشف عن أسعار استبدال المكونات في سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي الاس 24 بالكامل. لحسن الحظ ألقى متجر إصلاح السلوفيني موبيستيكلا بعض الضوء على هذا الموضوع، وعرض الأسعار على موقعها الإلكتروني لمختلف خدمات ما بعد البيع. وعلى الرغم من أن سامسونج لم تؤكدها رسميا حتى إطلاق الهاتف في 17 يناير، إلا أن هذه الأرقام تقدم للمشترين المحتملين لمحة قيمة عن التأثير المالي المحتمل لامتلاك هذه الأجهزة المتطورة. دعونا نتعمق في التفاصيل وفي هذا الموضوع. تكلفة استبدال وتغيير شاشة سامسونج الاس 24 بالنسبة للجالاكسي الاس 24 الترا، استعد لأن استبدال الشاشة بأكملها على الطراز الأكثر تميزا سيكلفك مبلغا ضخما قدره 375 يورو، أي تقريبا 3000 أو 4000 درهم مغربي. وبالنسبة للاس 24 بلس والاس 24 العادي، هذه الطرازات أفضل قليلا، حيث تبلغ تكلفة استبدال الشاشة الكاملة 255 يورو و 259 يورو للبلاس على التوالي، فتقريبا 3000 درهم مغربي. استبدال الغطاء الخارجي أو بدائل الزجاج، بالنسبة للجالاكسي الاس 24 ألترا، الغطاء الخارجي إذا كان الضرر يقتصر على الزجاج الخارجي فقد يظل العبء كبيرا، مع سعر 199 يورو لاستبداله على الألترا، وهذا ثمن كبير. بالنسبة للاس 24 والاس 24 بلس، يوفر استبدال الزجاج خيارا أكثر قبولا في هذين الطرازين بتكلفة 175 يورو لكليهما. تكلفة استبدال وتغيير بطارية سامسونج الاس 24، بالنسبة للاس 24 الترا، يأتي استبدال البطارية على الالترا بسعر متواضع نسبيا يبلغ 65 يورو، أي تقريبا 700 درهم مغربي. وبالنسبة للاس 24 والاس 24 بلس ب 68 يورو و 72 يورو للبلس على التوالي، يشارك كلا الطرازين في تكلفة استبدال بطارية مماثلة تقريبا. ومن المهم ملاحظة أن هذه الأرقام مبنية على الأجزاء الأصلية، واقتراح أنها يجب أن تمثل تكاليف الإصلاح الرسمية المعتمدة من سامسونج في معظم الأسواق. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام أولية، وقد يختلف الإعلان الرسمي من سامسونج يوم 17 يناير قليلا. في النهاية، بينما تعد سلسلة سامسونج جالاكسي اس 24 بأحدث التقنيات والميزات الاستثنائية، يجب على المشترين المحتملين أن يأخذوا في الاعتبار تكاليف الإصلاح المرتفعة المحتملة المرتبطة بهذه الأجهزة المتميزة، وقد يكون اتخاذ الاحتياطات اللازمة والنظر في الضمانات الممتدة بمثابة استثمارات حكيمة لأولئك الذين يعملون في تقليل التأثير المالي لأضرار العرضية المستقبلية. وبوجود هذه المعلومات في متناول اليد، يمكن للمشترين المحتملين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 24 والموازنة بين جاذبية التكنولوجيا المتطورة وواقع تكاليف الإصلاح المحتملة. برأيكم، ما هي أفضل ميزة وأهم ميزة يجب أن تأتي بها سلسلة سامسونج جالاكسي اس 24؟ وهل تتوقع أن تكون أسعار استبدال المكونات هذه حقيقية، أم سوف ننتظر ربما تكون أكثر أو ربما تكون أقل؟ شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.